رومي. هذه كيف اشتغلت يوسف؟ سيدي يوسف يجا بالبدن. ايوه حاشاك وكلب لها الخيل وكلب لها. ايوه صح الشكل. صح عليك. شكون قال الشيخ يوسف؟ الشيخ يوسف هذا الشيخ يوسف ابو عزي. شيخ يوسف ابو عزي من ولد ابو عزي. اي قلنا كانت راه حكى لها ذريه الاول. ايوه يقول عار الله يا السادات والحي معلمات والنوبه عندكم جات فيكم راني ساسي زعما باغي يخلص يشوف الستر ديما وسعد يشوف الترويه ويوسف جاني البارح. لقيتها حرفيا راه بغاني نريح يوسف ما دار سي قاري لحرى بصر خشخوشي مع الغزار سيدي عثماني وهبها مولي كنت مطرح يا سيدي صالح لغايه مولي الشعب انظامي تبوع الزاوين من ريزاني تبغي تسمح سكتوا معاه. يقول خشخوشي مع الغزار سيدي عثماني وهبها مولي كنت مطرح يا سيدي صالح لغايه مولي الشعب انظامي تبوع الزاوين من ريزاني تبغي تسمح. لو كان شريف وتني بلا عرش كامل ضعيف راهم يبغوا التصريف ما يقعد حد قامح يبغوا عودات وعياد وزوخ قبال الاشهاد زي في كل ميعاد وين مريت وين نمدح. دوك على سيدي يوسف يقول لك بشهبه وكيده وتقطع الارض بعيده وتحبس كل شده وتقعد باسيل تصبح. يقول بين كانوا عرجال فما لبسوا كل همه خاصه غير الحكومه زي زاهد مطرح بين جدي الشيعات والسلعه كامل قداد فما هربوا العجاز اللي تبكي تتنوح ضرومي مر مكشوف والدنيا كامل تشوف والدنيا كامل وخلاها جدي وروح. شحال بنا بنيان على القاوري شحال بنا بنيان وشحال ملك بلدان وشحال حفر حسين سلم فيها وروح. يقول سيدي عبد العظيم مفتاح عنده دار المباح عنده دار البراح باعوه بنص قيمه طبعا القاوري. يقول سيدي كبير مع مهيدي هما نعرى جدي وعدوا القاوري كل بهم فيه المشهب يقضي. يقول غرس القوم صدي المديده كي القندي القصي اللي عدا قدر من الغرف له المجرنا قال له دوك صلي الاوقات وزاك الغاشي مر وحداك وركاك من تياكم عدي على القاوري ضرب. قال شحال عياد وبغال ما تحصي كامل شحال اللي دخلوا لقيتها زينهم لك راه طايح راهم راك فيه زعبان لا مال ولا صوالح. هذوك من ولي لساسة وكل شيء قال ها سي سولني نعطيك الاخبار وعلى رويه اللي درتني نمت فيها. ها سي واكم يقول ها سي سولني نعطيك الاخبار وعلى رويه اللي درتني نمت فيها. امنا مربي جاني هي يوسف حراس كل الحمار وكانت بلاد خير جاي عرف فيها. الاساس غلا جدرتهم هالقهار لا شا ولا استفسادكم فيها. الاساس فقوي عصرهم جاي صرصار في اللي زكا شي قربه مساقيه ملاها. يديروا الوعده ويتموا فيها الدوار ويجيهم البيت بالفرحه ينزلوها. يديروا الوعده ويظل البارود غبار وغير هذه التخلي الاخرى يردفوها. يقول شت في فرض القبه محال منبار وكي الغاني كرخيص يخلصوا السباب. يديروا الحيحيه ويظل البارود غبار وعياد وسلاق واللعيبه رموها. ما خصيش السلام عليكم.